السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناة كويزين تيتيما. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطريقة او وصفة بسيطة جدا لإذابة دهون البوتاغاز او البوطة بطريقة جد بسيطة وسهلة جدا. كيف ما كتشوفوا هنايا البوطة ديالي مسخة بزاف، يعني متسخة جدا. تعمدت انني نخليها بحال هكا مدة تقريبا 21 يوم، خليت بحال هكا يعني الاوساخ كتراكم عليها مدة 20 يوم، ما حكيتهاش ما قصتهاش. كيف ما كيبان لكم في يعني الاوساخ متراكمة جدا، خصوصا على جهة واحدة، لان جهة واحدة الجهة الاخرى ما كنستعملهاش بزاف. كيف ما كيبان لكم بالريوس ديال البوطة او العيون ديال البوطة فمسخة بزاف، مش هذا هو اللون الاصلي ديالهم. اللون الاصلي ديالهم هو النحاسي. هذا هو الشكل النهائي، علاش غنحصل في الاخير. تبعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا الطريقه الصحيحه او الطريقه البسيطه جدا لاذابه الدهون. اول حاجه غنحتاج الخل الابيض، كيف ما كتشوفوا غنغمس او غنعمر بزاف هذه البوطه، يعني غندير واحد الكميه كبيره بزاف ديال الخل، يعني غنعمرها مزيان. غنضيف لها كذلك البيكربونات دو صود او بيكربونات دو صوديوم، بيكربونات صوديوم غنضيف واحد الكميه كيف ما كيبان لكم في لا فيديو. فمباشره بعد ما كنضيف البيكربونات كنحصل على واحد التفاعل بين الخل والبيكربونات، كنعمر البوطه ديالي مزيان كيف ما كيبان لكم. فقط انا جهه واحده عندي المتسخه بزاف، الجهه الاخرى ما كنستعملهاش بزاف كيف ما قلت لكم في الاول. بالنسبه للحاملات ديال البوطه فنفس الطريقه درت لهم الخل والبيكربونات هما. غنبدا مباشره مع نحك معكم البوطه كيف ما كتشوفوا. انا في هذا الفيديو تعمدت انني ما نحيد، يعني تعمدت انني ما نزول حتى مقطع باش يعني تشوفوا معايا الحقيقه، يعني ما تقولوش انني مسحتها بشي بخدوي اخر او لا شي حاجه. اول حاجه غنجيب واحد الزيف او لا منيد باش نشف داك الماء ديال الخل. كيف ما كيبان لكم غنحتاج واحد الشيكس اللي كيكون حرش او السلك، ماشي داك السلك، يعني ماشي يكون داك السلك الرقيق او الشيكس الرقيق، سلك غليظ. وما غنحتاجش واحد القوه انني باش نحك بها البوطه، فقط كندوزو. يعني انا خليته تقريبا واحد ساعتين للمكانه، عفوا نسيت ما قلت لكم المده اللي كنخليو فيها انه يتفاعل. تقريبا واحد ساعتين لما كان خليتهم رقد البيكربونات والخل. الا كان بامكانكم انكم عندكم الدهون متراكمه بزاف والدهون يعني قديمه بزاف، فمن الاحسن انكم تخليهم ليله كامله، يعني يبات في داك الخليط ديال الخل والبيكربونات. كان عندكم الدهون ما قديماش بزاف، فقط ساعتين المكانه كافيه. انا هنا خليته فقط ساعتين المكانه. بالنسبه للريوس فانا خليتهم تقريبا ليله كامله حتى الغد اللي عاد حكيتهم. فقط هنا ما كنحتاجش واحد المجهود بزاف كيف ما كيبان لكم، راه كنحك يعني يعني بواحد الراحه، يعني ماشي كنحك مزيان كنتعصب معاه. بالنسبه لهنا البوطه الاخرى فكيف ما كيبان لكم راه كنحك بواحد البساطه بواحد السهوله، فقط كندوز سلك فوق منهم. كنبقى مستمره حتى كنحك البوطه ديالي كلها او لا البوطاكاز ديالي كلها. كنحاول انني نتكلم بلهجه بيضاء باش يفهموني الناس الاجانب اللي ماشي مغاربه، وكنجيب داك المنديل بعد ما فزكته من بعد ما بللته بالماء، وكنمسح البوطه ديالي كلها مزيان. الى عندكم يعني دهون متراكمه بزاف واوساخ قديمه بزاف غتحتاج واحد شويه ديال المجهود. هنا جبت اي صابون ديال الماعن عندكم، اي ما خدوي ديال الماعن كديروا في حلفه وكتغسلوا به تغسلوا به البوطه ديالكم، وكتجيبوا عاوتاني من يديرو كتمسحوها مزيان. هنا بالنسبه للريوس ديال البوطه او للعيون ديال البوطه فغنحتاج لهم كذلك خل الابيض، غنحتاج واحد الكميه ديال
نص كاس، نصف كاس كبير ديال الخل الابيض. غنضيف لي كذلك تقريبا عندي واحد نصف كاس ديال الملح الخشن، والملح الملح الخشن الا ما عندكم يمكن لكم تستعملوا الملح العادي اللي كنستعملوا في الاكل ديالنا في المطبخ. غنضيف لي كذلك عصير ديال ليمونتان او الحامض او السيترون. بالنسبه للقشور ديالهم فانا غنقطعهم ونضيفهم على الخليط. نحتاج كذلك البيكربونات دو صود او البيكربونات الصوديوم او بيكربونات الصودا. نحتاج واحد الكميه ديال 4 المعالق. كيف ما كيبان لكم فمجرد ما كنضيف البيكربونات فكيكون عندي واحد التفاعل بين هاد المكونات. ضفت 4 معالق كبار. نضيف لهم كذلك الماء يكون حار او الماء سخون بزاف، يعني الماء يكون طايب، الماء جد ساخن. نضيف واحد الكميه كبيره اللي تقدر تغطي لي العيون ديال البوطه. كنخلط هاد الخليط وكنخليه يتفاعل مع بعضياتهم على الاقل واحد 10 دقائق. عاد باش كنضيف العيون ديال البوطه هنا من بعد ما خليت الخليط تفاعل لي واحد 10 دقائق، كنضيف العيون ديال البوطه. كيف ما كيبان لكم راه مسخه بزاف، هو اللون الاصلي ديالها ماشي كحل، اللون الاصلي ديالهم ذهبي، عفوا نحاسي. هنا من بعد ما خليتهم كنحاول نغمس دوك العيون مزيان في الماء، وكنخلي هنا غنخليهم ليله كامله، عفوا نخليهم ليله كامله كيترقدوا في هذا الماء لغد العاد باش نغسلهم. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خليتهم ليله كامله في هذا الماء والماء برد، غنبدا نحكم معاكم. فما مازال كاع ما قصتهم، مازال ما حكيتهمش، كيطلق لي واحد الماء كحل كيف ما كيبان لكم. غنجيب واحد المنيد اللي غنحطو فوق سطح العمل، وغنجيب داك السلك او لا جيكس يكون يعني سلك ديال الماعن. فبمجرد ما كندوزو يعني تدويزه خفيفه كيتحيد لي جميع الاوساخ وجميع الدهون كيف ما كيبان لكم. ها نتوما كتشوفوا كندوز صبعي كي يعني كيولي اللمعان. كنتمنى انكم يعني هذه الوصفه سهله جدا وبسيطه وما كتطلبش واحد المجهود. يمكن لكم تستعملوا الليكات او القفازات اللي يديكم باش تحافظوا على يديكم وتفاركم. انا هنا ما استعملتهمش لحقاش ما كانوش عندي، ما كانوش متوفرين، كنستعملهم بزاف ولكن في هذا لا فيديو ما كانوش متوفرين عندي، تقطعوا ليا. هنا بالنسبه فانا جبت الراس الاخر تاو كنحكو بطريقه بسيطه بزاف وسهله وما كيطلبش واحد المجهود قوي. كنبقى مستمره على هاد الطريقه حتى كنكمل الريوسه ديال البوطه كامل اللي عندي. هنا من بعد ما كتشوفوا راه الماء ولا كحل بزاف، كنجيب واحد الاناء اخر اللي كندير فيه الصابون ديال الماعن، صابون الماعن، وكندير فيه الماء وكنغسلهم مزيان. تاهما كنغسلهم بحال كنغسل الماعن عادي. كنجيب واحد الاناء اخر اللي كندير فيه الماء باش نشللهم، وكنجيب فوطه وكنخليهم ينشفوا على جنب. بعد ما غسلتهم ونقيتهم كنخليهم يتقطروا على جنب ونشفوا. هنا كنجيب واحد المنيدل اخر وكنشفهم مزيان، كنشف دوك العيون ديال البوطه ملي كيدخل ملي كيخرج ليا الكاز. بالنسبه للحاملات ديال البوطه فنفس الطريقه كندير لهم الجيكس او لا السلك. وبالنسبه للبلاصه اللي ما كنوصل لهم كندير لهم شيته السنان. وهذه هي البوطه ديالي من بعد ما ساليت، كتكون هكا تولي على هذا الشكل هذا من بعد ما كانت متسخه بزاف وما فيها ما يتشاف. هذا هو الشكل النهائي ديالها وبطريقه جد بسيطه وسهله وسريعه وما كتطلبش مجهود بزاف. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم وتنال استحسان ديالكم،
بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش معايا في القناه ديروا اشتراك للقناه، وبالنسبه للناس اللي مشتركين معايا الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ديروا لي جيم لا فيديو، ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. والسلام عليكم.